هل صحيح أن هناك فتوى تجيز للحائض أن تجلس في توسعة الملك فهد لأن ذلك المكان ليس جزءا من الحرم؟ المسجد كله لا يجوز للحائض أن تجلس فيه بزياداته، لا تجلس فيه بزياداته، كل ما هو داخل أبواب المسجد فإنه من المسجد، لا يجوز لها أن تدخل فيه، أن تجلس فيه. أما مجرد الدخول تمر على المسجد ثم تخرج لا بأس بذلك، كأن يكون لها حاجة أو تريد شخصا في المسجد أو تريد أن تسأل أهل العلم في المسجد لا بأس أن تدخل، لكنها لا تجلس، نعم، بل تنهي حاجتها وتخرج.